السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وغلا. شلونك شيخنا؟ والله بخير يا حيل، الحمد دكتور لله. أحسن. الحمد لله والله. شلون الأمور؟ حضرتك اثنا عشري ولا سني؟ مسلمية كلها تجمع الإسلاميين. أنت حضرتك اثنا عشري ولا سني؟ لا شيعي شيعي. طيب عايزين بس تشرح لنا، تروح على سورة الأنفال إن شاء الله، وتشرح لنا نعم. الآية 41، واعلموا أنما غنمتم. ما معنى غنمتم؟ الغنيمة، الغنم يعني الغنيمة معناها معنوية. الغنم إيه؟ لا الغنيمة معنى الاغتنام. أيوة يعني إيه؟ لها معنى إذا كسبتم من الحرب، أو إذا مثلا تشتغلون في تجارة أو في شيء والربح ظل مدة سنة فلله خمسة. أولا الآية ما فيهاش سنة ولا الكلام ده خالص، يعني الآية ما فيهاش سنة، لكن إحنا ما هي بنتكلم هي أنت الربح. تفسيرها طب تفسير معلش عن واحدة واحدة الكتاب المنكر. واحدة واحدة عشان نفهم بعضنا إن شاء الله. نعم حضرتك أنت قلت إن نعم الغنيمة ممكن تبقى من الحرب، والغنيمة اللي هي ممكن تبقى من نعم الربح، صح؟ يعني أنا دلوقتي نعم رايح، من ربح أنا التجارة أو أشتغل كل دلوقتي، شيء. أنا شغال في شغلانة، أشغال دلوقتي أنا وليكن مثلا مدرس، فأنا مدرس بقبض اي من إيه؟ من المدرسة بتاعتي، فهل الراتب بتاعي ده يعتبر من الغنيمة؟ انت من تجمع منه ويبقى تبقى لي فتره، هذا الجمع الجامعه انت من الراتب مالتك وتبقى لي فتره أنا سنه ما كامله، كلمتكش، يعني دور أنا ما طالب كلمتكش مدرس. تبقى إيه؟ إحنا لسه في تعريف كلمة غنمتم، يعني إحنا لسه في تعريف كلمة غنمتم، ما خرجناش بقى بعديها بسنة نطلع ولا مش سنتين نطلع ولا 3 سنين نطلع، دي مش قصتي النهاردة، يعني دي مش قصتي. أنا قصتي بس عايز أعرف معنى انت تريد غنمتم. الخمس، انت تريد الخمس لو شنو، انت غير تريد الخمس. يا أستاذ أنا عايز أعرف بس ما معنى نعم غنمتم؟ ما معنى غنمتم؟ يعني هل المرتب، كسبتم يعني معناه دلوقتي في ناس كسبتم بتشتغل في وربحتم. شركات، اسمعني بس، في ناس بتشتغل في شركات كتير، ايه فالمرتب اللي هو بياخده من ايه الشركة ده غنيمة؟ طبعا غنيمة. جميل قوي، يعني ده غنيمة، فالمفروض ان انا بقى هطلع الخمس بتاعه. اي صحيح. طيب هو المرتب اللي انا باخده، هو المرتب اللي انا باخده، هو برضو المرتب ده اللي بيبلغ نصاب معين واطلع عليه زكاة. بس انت مرخصة، انت تسولف على الغنيمة او على الخمس، يا على واحد استاذنا، السؤال. يا استاذ، ما هي الخمس من الغنيمه، فدلوقتي احنا نعم هناخد بس الخمس من الغنيمة انتهى المرتب. الموضوع، الغنيمة بس خلص اسمعني بس، احنا هناخد الخمس دقيقة من بس. المرتب يا استاذ، هناخد الخمس من المرتب، وبعد كده هنحوش المرتب وندفع منه زكاه برضه، يعني احنا دفعنا مرتين. نعم مرتين، مرة خمس ومرة زكاة. ازاي بقى؟ شلون؟ اذا جمعت انت مثلا عندك مشروع، مثلا ابسط لك الفكره بطريقه بسيطه، عندك مشروع تريد تنتقل من بيت الى بيت اخر. نعم نعم معني؟ نعم سمع. انت تريد تنتقل من بيت الى بيت، شويه مكان مريح، مكان ارقى من هذا المكان اللي انت من جمع عندنا الفلوس وظلت قاعد تجمع بيه وعملت عليهم سنه، فتره السنه كامله. هاي السنه استحقت على الفلوس تدفع زكاه. وش اسمه؟ لا، اللي احنا الو عندنا تسمعني؟ بيوت ما عليهاش الزكاة، يعني احنا عندنا اهل السنة الزكاة او الجماعة البيوت ما عليهاش الزكاة. ايه؟ الو ها؟ ايوه سامعك، اتفضل. نعم هاي الصورة، هاي وضحت لك بس الصورة. احنا عندنا البيوت ما عليهاش الزكاة. مو بيوت، بيت تشتري بيت، ايوه، ما بيت البيت تشتري ما عليهوش مثلا انت زكاه تريد برضه، تشتري بيت. البيت ما عندوش زكاه عندنا، يعني البيت ما عليهوش زكاه، يعني انا رايح اسكن في بس بيتي، خلاص، انت رايح، عايز رحت البيت، انت احكي اشتريت، لي على القيمة المادية اسمعني بس، للبيوت انا تشتري اشتريت بيها ولا بيت، بيوت؟ البيت ما عليهوش زكاه، البيت ما عليهوش زكاه. الفترة هاي تجمع بيها الفلوس، انت مو تشتغل مدرستك تشتغل مثال تياخذ حضرتك لو مدرس؟ جمعت فلوس عشان اشتري بيت برضه ما عليهاش زكاه، يعني لو جمعت فلوس عشان اشتري بيت انا ما ما عليهاش عليها زكاه. مثال، هذا السنة كاملة. الخمس خمس خمس شيخنا. انت بتتكلم في الزكاة ولا نعم في الخمس؟ انا دلوقتي، انت دلوقتي اي غنيمة،
انا دلوقتي بص اسمعني بس اسمعني اسمعني بس اسمعني اسمعني عشان هم دوخوكوا اصلا وضحكوا عليكم. من المفترض دلوقتي ان انا يا باشا اسمعني بس اسمعني يا باشا اسمعني لو سمحت اسمعني الان الايه بتتكلم بتقول ايه؟ واعلموا انما غنمتم من شيء. فانتوا كلمه شيء ديت يعني اي شيء يجي لك مغنم، يعني يجي لك مرتب تجاره كسبت فيها، فالمفروض ان انت بتطلع، معلش، المفروض ان انت بتطلع على طول، بتطلع الخمس بتاعها، بتطلع الخمس بتاعها. يعني انت لو كسبت 1000 جنيه بتطلع 200 جنيه منها، لو كسبت 2000 جنيه يبقى 400 يعني جنيه، لو كسبت 10000 جنيه يبقى يعني كام؟ 1000 جنيه. تمام؟ نعم. جميل قوي، الحمد لله. نعم. رب العالمين. وصلنا للنقطه الاولى. اسمعني بس، اسمعني اسمعني اسمعني. يبقى انت لما تكسب مش هيسمع شيء، مش هيسمع شيء يا استاذ. انت دلوقتي كسبت 1000 جنيه، فالمفروض ان انت عندك في الديانه الشيعيه انت ال 1000 جنيه دي بتطلع عليها 200 جنيه خمس. كسبت 100 جنيه بتطلع، كسبت 1000 جنيه بتطلع عليها 200 جنيه خمس. خلاص؟ جميل قوي. طب انت دلوقتي خلاص كسبت ال 1000 جنيه فطلعت عليها ال 200 جنيه. طيب انا كسبت دلوقتي، انا في الوقت الحالي دلوقتي كسبت 400000 جنيه. فالمفروض ان انا هطلع الخمس بتاعهم، هطلع الخمس بتاعهم. صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. جميل قوي. طيب الالف بقى، نرجع للالف الاوليه. لو انا حطيت الف اللي طلعت عليه الخمس وكسبت الف تاني وطلعت عليه الخمس وكسبت الف تاني لحد ما بقوا مثلا 400000، فانا مطلع خمسهم. لما يوصلوا بقى 400000 اروح جاي مطلع كمان 2.5 في الزكاه؟ طب انا لسه دافع خمس منهم. ما هو هو نفس المال، يعني هو هو نفس المال، يعني هو هو نفس المال. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الراتب، الراتب عند المسلمين بقى، يعني احنا نكلمك عند المسلمين دلوقتي. عند المسلمين انت الراتب ده انت ما علوش عندك زكاه الا لما يبلغ النصاب، يعني يبلغ حجم معين من المال تبتدي تطلع له زكاه، تبتدي تطلع له زكاه. تمام؟ يبقى المال اللي انت اخذته انت كواحد شيعي طلعت عليه مرتين، طلعت عليه الخمس وهتطلع عليه الزكاه لما يبلغ النصاب. لكن انا بقى كواحد سني لا، ما عنديش الكلام ده. انا عندي حاجه بس، ان المال بتاعي يبلغ نصاب، يعني يبلغ حجم معين، فاطلع عليه ايه؟ الزكاه، اللي هي كررت عشرات المرات في القران الكريم. وضحت؟ وضحت. دي مره قطعت بشغله. اتفضل. الو. طبعا. يعني انت حتى لو تشتغل مثلا باي حرفه، لو تشتغل باي حرفه اي شغله، انت بهاي الساعه كتبت مبلغ معين، وبنفس الساعه اشتغلت وراها ساعه ثانيه اشتغلت وكسبت مبلغ معين، يعني من هذا المبلغ وهذا المبلغ تطلع خمس؟ انت طبعا لو هو على ظاهر الايه كده هتطلع الخمس، يعني انت كسبت النهارده 1000 جنيه هتطلع منهم المفروض 200 جنيه خمس، بكره كسبت 1000 جنيه هتطلع برضه خمسهم ال 1000، يعني كل ما تكسب حاجه تطلع خمسها. زين اذا جمعت الفلوس عندك لمده سنه كامله، هي انت قاعد تجمع تحوش بلغتكم، تحوش مبلغ الوان ده انت عندكم انتوا، يعني انت بص اللي انت دفعته خمسه النهارده هتدفع برضه زكاه تاني. عندكم انتوا مش عندنا احنا. لا لا هسه خلينا بكم، خلينا بكم. عندنا احنا عندنا بكم. عندنا اصلا واعلموا انما غنمتم الغنيمه دي في الحرب عندنا بس. على ظاهر الآية، هناك آيات كتير جدا وفي سورة الفتح أكثرها بتتكلم على أن الغنيمة بتكون في الحرب. دكتور دكتور أنت فاهم قصدي ولا؟ اتفضل اشرحوا لي تاني. أنت أنا هسه عندي مبلغ مال الدحوشة تشتري بيه شغلة معينة، وهذا المبلغ قام يتكاثر عندي يتكاثر لمدة سنة كاملة. مدة سنة. عد عليه الحول، شو اطلع منها؟ اطلع الزكاة بالخمس لو بس الخمس؟ لا احنا عندنا احنا كسنة اطلع عليه الزكاة. طب الزكاة بتطلع ازاي؟ والخمس اسمعني بس، الزكاة يعني بتطلع اسمعني بس اسمعني اسمعني، الزكاة بتطلع ازاي؟ دلوقتي انا مثلا كونت 600000 جنيه. 600000 جنيه. لا لا الزكاة يا باشا مش هيسمع، يا باشا انا عايز اعلمك. اتعلمه لله. لله. الزكاة فاهمها دكتور. ما انا هفهمك الزكاة، ما انا هفهمك الزكاة.
الزكاه هي الزكاه ايه؟ ازاي؟ الخمس. اسمعني بس، انا دلوقتي معايا 600,000 جنيه في البيت، حوشتهم تمام لمده سنه كامله. ايه لمده سنه كامله تمام، اشوف المبلغ اللي سنة معايا كاملة. ده يجيب 85 جرام ذهب ولا لا؟ لو عدى عليه سنه نعم. وجاب 85 جرام ذهب، يعني سعره سعر ال 85 جرام ذهب، اطلع عليه 2.5% زكاه. وضحت؟ وضحت هاي. طيب الخمس، الخمس بقى الخمس حضرتك المفروض ان انت لما بتكسب حاجه الموضوع. بتخمسها، لما تكسب حاجه يعني كسبت النهارده 1000 يعني تخمسها، كسبت 2000 هتخمس ال 2000، كسبت 3 هتخمس ال 3، يعني انت حضرتك بتدفع نفس الشيء مرتين، لو ربنا كرمك بتدفع مرتين. ايه هم نفس الشحنه، هم نفس الشيء على نفس الطريقه. اقطع دراعي من هنا لو كان فاهم حاجه من اللي انا بقوله. والله شكرا ليك يا استاذ، شكرا ليك. عيد الفيديو تاني ان شاء الله وانت تفهم باذن الله.